اطلع والله انتحر يا ولد اطلع. ولا الانتحار في السيد للاسف شديد. الا ان هناك تعامل من رجال الامن في الموقف صراحه يشكرون على هذا الموقف صراحه. اذا هذا المشهد للاسف الشديد يتكرر بشكل يومي هنا للاسف الشديد. مخاطره بالانفس المخاطره بالانفس، ولكن هناك وقوف صراحه من قبل رجال الامن يشكرون على هذا الموقف صراحه. إذا نلاحظ رجل الأمن الآن يتخاطب مع أحد المخالفين للأسف الشديد للسقوط في السائلة. وينزل ساعة هذا واحد الانتحاريين. غلط، هذا انتحاري. انت الحين انتحاري. يحاول الانتحار في السيد للأسف الشديد. إلا أن هناك تعامل من رجال الأمن في الموقف صراحة يشكرون على هذا الموقف صراحة. إذا هذا المشهد للأسف الشديد يتكرر بشكل يومي هنا للأسف الشديد. مخاطرة بالأنفس المخاطرة بالأنفس، ولكن هناك وقوف صراحة من قبل رجال الأمن والمرور هنا في سائلة صنعاء لتجنب مخاطر. لذلك رسالة أحبة المتابعين نوجهها، انظروا لهؤلاء الأطفال الصغار ما ذنبهم يعني صراحة أن يكونوا عرضة للغرق على مسافة صفر من الموت للأسف الشديد. إذا نخاطبكم هذه القناة ونتمنى الاشتراك وضغط الإعجاب والتنبه للوقوع في المخاطر. إذا أنتم وأولادكم حرصا على أرواحهم وهم أمانة في أعناقكم. انتحر يا وليد والله. نزول للأسف الشديد بعد خلع بعض الناس ملابسهم، مع العلم أن الأجواء باردة تصل درجة الحرارة إلى أكثر من 15 درجات مئوية، إلا أن البعض يستفضل النزول ولا أدري لما. يعمل سيلفي ها؟ إذا نصور هذا الذي يحاول الانتحار. والله نوقع والغرق.